السلام عليكم، أمل صقر، تبعدوا مني ولا نصيفتكم الحبس ديركت، دواساكم عندي كاملة. ودنيا بطمة تعلن اعتزالها لهذا السبب. أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط على علامة إعجاب للفيديو. انفجرت الممثلة المغربية أمل صقر غضبا في وجه المسيئين إليها ومروجي الإشاعات عنها، مهددة إياهم بالمتابعة القضائية. كما توعدت أمل صقر كل من يقوم بتصويرها ومراقبتها والحديث عنها دون إذنها بالسجن والفضح، وصفت إياهم بأصحاب الشرف المزيف. نشرت أمل صقر مقطع فيديو لمحام عبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها الرسمية على الإنستغرام، مرفوقة بتدوينة مطولة لها جاء فيها: باقت وصلوني والله حتى ندعيش وحدين، الحبس ديريكت في أي لحظة نديرها وحتى لفات. وأضافت قائلة: بعد مني احسن ليكم، هد المرة غنجي نشواهكم في خدمتكم، حيكم وناسكم باش يعرفوا حقيقتكم، دواساكم عندي كاملة يا أصحاب الشرف المزيف. ولم تفصح أمل صقر عن هوية الأشخاص الذين تتهمهم وتهددهم بالمتابعة القضائية، ما أثار العديد من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي. واختارت الفنانة المغربية دنيا بطمة اعتزال منصات التواصل الاجتماعية في الفترة المقبلة من أجل أخذ قسط من الراحة. وفوجئ متابعو بطمة بمشاركتها تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أعلنت من خلالها عن هذا القرار. وكتبت بطمة: حبايبي سأغيب عنكم فترة، أحتاج للراحة قليلا، أحبكم جميعا،